قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالاعتداء على المشاركين في صلاة الجمعة التي أقيمت على الأراضي التي صادرتها سلطات الاحتلال في جبل الريسان على أراضي قرى رأس كركر وكفر نعمة وخربثة بني حارث غربي رام الله لصالح بناء مستوطنة جديدة في المكان. وأطلق جنود الاحتلال قنابل الغاز السام وقنابل الصوت والرصاص نحو المواطنين عقب انتهاء صلاة الجمعة، ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات بالاختناق جراء استنشاق كميات كبيرة من الغاز. We'll be right back.